وهذه جولة صاحبت فيها كاميرا مصر في يوم الفنان محمد صبحي والمفتي دكتور شوقي علام ومحافظ القاهرة لمشروع معا الذي يهدف إلى تطوير العشوائيات. نشاهد. للوقوف على ما تم الانتهاء منه، تفقد الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة صباح اليوم، يرافقه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفنان محمد صبحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة معا لتطوير العشوائيات، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الأعمال الجارية بمشروع معا لتطوير العشوائيات بمدينة السلام. احنا تشرفنا واحنا بنقول انها حالة البركة بالعامية، حالة البركة لهذا المكان، واحنا محتاجين دعم الأزهر لإنقاذ أهالينا الفقراء اللي عايشين خارج الحياة، وأنا بقول خارج الحياة مدة طويلة وسنين طويلة. إحنا النهاردة بنرد لهم هذا الجميل، إحنا كمجتمع مدني وأيضا الدولة المتمثلة في محافظة القاهرة. 533 وحدة سكنية بتكلفة 440 مليون جنيه على مساحة 65 فدانا لإقامة أول مدينة متكاملة الخدمات لنقل سكان العشوائيات بالمناطق الخطرة إليها، والتي من المقرر أن ينتهي المشروع كاملا خلال 3 سنوات وفقا للجدول الزمني لبدء الإنشاء. هذا المشروع الذي رأيناه يدل على أن وراءه رجلا له إرادة أقوى من إرادة الحديد والمسلح اللي بنشوفه. إنقاذ حياة المواطنين ونقلهم في مساكن آمنة، أنا أعتقد أنه هو يعني هدف نبيل يجب أن يسعى ليه كل المجتمع، تسعى إليه الدولة بصفتها الجانب الحكومي، وتسعى له أيضا منظمات المجتمع المدني، وتسعى له أيضا المؤسسات الدينية في الدولة وعلى رأسها الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية. معا لتطوير العشوائيات همها الأماكن غير أمنة أو العشوائيات الغير أمنة أو الأماكن الخطرة يعني، وإحنا اتفقنا مع محافظة القاهرة على 6 عشوائيات المفروض ننقلها. إحنا عاملين 5300 وحدة هنا، بس شعار المؤسسة نبني البشر قبل تسليم الحجر. المرحلة الأولى من مشروع معا للقضاء على العشوائيات قربت على الانتهاء بفضل خطة طموحة تستهدف الحد من ظاهرة العشوائيات نهائيا في العاصمة بمشاركة المجتمع المدني والجهود الذاتية. سيد موسى، قناة دريم.